يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. دايما حلقات الترند بتبقى غاية في الأهمية، مليئة بالمعلومات والمواضيع الهامة اللي بتكون موجودة على السوشيال ميديا، وبنناقشها مع حضراتكم دائما وأبدا، وبنحاول نشوف كل الجديد اللي بيخص كمان نادينا الحبيب تحديدا على مدار آخر 24 ساعة، بخلاف كمان ترند المحلي والترند العالمي اللي هنتناوله مع حضراتكم على مدار حلقة اليوم. طبعا سؤال حلقة النهاردة: ايه هي اكتر مباراة قمة ما تقدرش تنساها كمشجع للنادي الاهلي؟ تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، سواء فيسبوك تويتر وانستجرام، ومع نهاية كل حلقة زي ما انتم متعودين دايما هنشوف اجابات وردود حضراتكم ونعرضها ونناقشها. كمان رغم ان انا عارف الإجابة هتكون أغلبيتها رايحة ناحية أنهي مباراة، لكن برضو هنشوف يمكن حد عنده مباريات أخرى ما يقدرش ينساها. في الحقيقة هي مباريات كتير ما بين الأهلي والزمالك، لكن تبقى أي مباراة جديدة جاية ما بين فرقتين كبار في مصر، أهلي وزمالك، هتبقى مباراة قوية جدا، لأن هي دي فعلا قمة الكرة المصرية أيا كان ترتيب الفرقتين كام. عندنا كلام كتير جدا في الجزئية دي تحديدا، ولسه كمان عندنا أول فقرة هنتكلم فيها في فقرة ترند الترند، وتوضيح هيكون هام جدا. لكن الأول نشوف عناوين الترند النهاردة ايه. يلا في ترند الأهلي: الفريق الأول يبدأ الاستعداد للزمالك. وفي الترند المحلي: الإهمال يتواصل بسبب ظهور الجماهير في مباريات الدوري. أما في الترند العالمي: برشلونة يعلن مدربه الجديد. طيب يعني فكرة ترند النهاردة هتكون من خلال توضيح مهم قوي، وإحنا عارفين على مدار الأسبوع اللي فات ده تحديدا كان أسبوع ساخن جدا، والكلام كان كتير قوي قوي سواء على الأهلي أو بعض اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق. وإحنا طلعنا على مدار الأسبوع ده تحديدا كمان اتكلمنا ووضحنا كل الكواليس وكل الحقائق اللي لازم حضراتكم تبقوا عارفينها. لكن في الواقع واللي إحنا ملاحظينه في الساعات الأخيرة، إن الكل دلوقتي بدأ يستثمر رحيل رمضان صبحي ورحيل مثلا شريف إكرامي والجزئية دي بيستثمروها إعلاميا شوية. فإزاي بيستثمروها؟ يقول لك أنا أخلق بعض الأخبار، أحط أسماء بعض اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي وأقول إن هم مرتبطين بنفس النادي اللي انتقل ليه رمضان صبحي أو اللي هينتقل ليه رمضان صبحي. وإحنا خلاص بقى اتكلمنا في الملف ده كتير، لكن إحنا يعني غصب عننا بصراحة يا جماعة، وعشان ده دورنا كمان إن إحنا دايما نوضح كل حاجة لجمهور النادي الأهلي، فلازم نرد في بعض الحاجات، لازم نوضح بعض الأمور. فبالتالي الناس اللي مشيوا دول، اللي مشيوا من النادي الأهلي سواء رمضان أو شريف أو حتى أحمد فتحي لما تخلص فترته وعقده مع النادي الأهلي، دول يا جماعة عشان الدنيا تبقى واضحة لحضراتكم، وأكيد حضراتكم عارفين جزئية زي دي، دول عقودهم انتهت، فيحق ليهم إن هم يمضوا للأهلي أو يمضوا لأي نادي تاني، ده حقهم مفيش مشكلة. ومع ألف سلامة ربنا رب يوفقهم ويكرمهم في المكان اللي هم راحوه، وأكيد ليهم تاريخ مع النادي الأهلي وكل الحاجات دي مقدرة تماما مفيش مشكلة، لكن الأهلي ما بيقفش على اللعيب. لكن النقطة الأهم بالنسبة لي دلوقتي إيه بقى؟ النهارده مثلا الصبح او امبارح بالليل طلع قال لك اليو ديانج هو مفاجاه بيراميدز القادمه. طب ازاي؟ بانهي منطق؟ طب لما كنت مثلا حد مثلا يتكلم على احمد فتحي او حد يتكلم على شريف اكرامي او حد يتكلم على واحد من اللاعبين اللي عقدهم انتهت مع النادي الاهلي، فهقول لك منطقي. ممكن تقول كده، ممكن تقول اللاعب بيفكر يروح هنا او هنا اجتهاد، بتحاول توصل لمعلومه، ما عنديش اي مشكله خالص. لكن بانهي عقل وبانهي منطق انا هقدر اقول مثلا إن أليو ديانج أو حمدي فتحي أو محمد شريف أو غيرهم من اللاعبين مرتبطين بفريق بيراميدز وفي مفاوضات وكلام من ده؟ إزاي واللعيبة دي عندهم عقود سارية مع النادي الأهلي؟ هيروحوا بقى يخطفوا اللعيبة بقى من النادي بالمرة يعني؟ إزاي؟ هتقول لي أصل في النادي الأهلي والكلام ده اللي أنا قريته على السوشيال ميديا، وبحكم طبيعة برنامجنا إحنا دايماً بنحاول نتابع اللي بيحصل في السوشيال ميديا. فلقيت الناس بتتكلم على إن الأهلي خفض عقود اللعيبة الأجانب، تمام، وبالتالي انت لما تخفض عقود اللعيبه الاجانب فممكن يستغلوا الموضوع ده كثغره بالنسبه لهم او كجانب بالنسبه لهم يساعدهم في الانتقال لنادي اخر. والبعض كمان قال لك ان في شروط جزائيه. طيب لا دي حصلت ولا دي موجوده. يعني الاهلي لا خفض عقود اللاعبين بسبب موضوع كورونا، والاهلي يا جماعه اعلم موقفه، واضح ان الناس بتنسى،
واضح ان بعض الزملاء الاعلاميين او الصحفيين اللي لهم كل التقدير والاحترام الكامل طبعا طبعا يعني زمايلنا واعزاء وكل حاجه، لكن واضح ان هم بينسوا. فاحنا عايزين نفكر حضراتكم، الاهلي كان مع بدايه ايقاف بطوله الدوري وايقاف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر، كان الكل بيتكهن ان الاهلي خلاص هيخفض عقود اللاعبين عشان يقدر يصرف على الموظفين وكلام من ده. النادي الاهلي هو النادي الوحيد في العالم، يكاد يكون هو النادي الوحيد في العالم اللي لا خفض عقد لاعب اجنبي ولا خفض عقد لاعب محلي. كل اللاعبين في النادي الاهلي حقوقهم كامله طبقا للعقود اللي مضوها مع النادي، بياخدوها اول باول في مواعيدها بالثانيه. لا الاهلي خفض عقد ده كلاعب اجنبي ولا خفض عقد لاعب محلي. وكل اللاعبين اللي موجودين في قائمه النادي الاهلي، وده الشق الثاني، وانا قلت لحضراتكم المعلومه دي مع بدايه الاسبوع الحالي، كل اللاعبين اللي موجودين في قائمه النادي الاهلي ما عندهمش اي شروط جزائيه في العقد. فبالتالي لو اي نادي في الدنيا بما فيها مصر، انديه في مصر عايزه تطلب لعيبه من النادي الاهلي، اللي عايز يطلب يبعت للنادي، والنادي بقى يبتدي يناقش. ليه؟ لان النادي مرتبط بعقود، او اللاعبين مرتبطين بعقود دول مع النادي. فبالتالي انت لما هتيجي تطلب لعيب هتكلمني انا كنادي، اي نادي بقى في مصر. ده الطبيعي يا جماعه، انا مش عارف بس ليه اللغط ده حاصل، وانا حاسس ان ده اللي بيحصل دلوقتي الفتره دي تحديدا قبل مباراه الزمالك. وابتديت اقرا وابتديت احس والمس ان في حمله معموله على النادي الاهلي. الناس مش حاطه النقط على الحروف، اللي عايز يتعاقد مع لعيب في النادي الاهلي يتواصل مع اداره النادي الاهلي، والناس في النادي يشوفوا يقيموا. محتاجين اللعيب ده؟ لا مش هنبيعه، هنتمسك بيه، مش محتاجينه، نتفاوض. دي حاجه ترجع للمسؤولين في النادي الاهلي، ترجع للجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم. لكن في كل الاحوال كلام هدفه خلخله تركيز اللاعبين قبل مباراه القمه، وكلام في الحقيقه يعني ملوش اي لازمه وملوش اي محل من الاعراب، وهي رساله لكل من يثير هذه الاخبار او يحاول ينشرها او يحاول ياثر بها على النادي الاهلي. انا بقول له بعد اذنك اتقي الله في اخبارك اللي انت بتقولها. عندك معلومه ان نادي كذا كلم كذا كلم لعيب، واللعيب مثلا سي يعني مثلا موافق، اوكي، بس مش هيقدر يتحرك غير من خلال النادي الاهلي. ده لو انا بديك بقى ايه اسوء الظروف يعني، ده لو الكلام ده اصلا واقعي، لكن الكلام ده مش حقيقي. فالباب يا جماعه موجود، النادي الاهلي ادارته موجوده، المسؤولين في مختلف الادارات التنفيذيه في النادي موجود، تقدر تتواصل معاهم تسالهم على حاله هذا اللاعب وهم يقولوا لك. لكن حته ان انا اقول اصل اليو ديانج، اصل محمد شريف مضى في بيراميدز، اصل مش عارف مين راح فين، لا كان ممكن اصدقك ساعه لما قلت رمضان، او ساعه لما قلت مثلا شريف، او ساعه لما قلت احمد فتحي، اه ممكن، رغم ان في حاجات يعني موضوع رمضان ده ما كانش يخطر على البال مثلا. لكن في كل الاحوال يعني في كل الاحوال الراجل يحق له انه يوقع لاي نادي، كان ممكن اصدق اقول لك ده خبر منطقي، لكن لعيب مرتبط بعقد لا ده خبر غير منطقي. فيا جماعه بعد اذنكم اتقوا الله، ورساله لجمهور النادي الاهلي، يا جماعه ما فيش شرط جزائي في عقود اي لاعب من الموجودين سواء اجانب او محليين في قائمه النادي الاهلي، وما فيش اي تخفيض حصل للعقود بسبب فيروس كورونا. وبيان النادي الاهلي كان واضح لما طلع، ولو البيان معانا يا ريت نعرضه لما طلع هذا البيان مع بدايه فتره التوقف، واللي اعلن فيه النادي الاهلي وهو النادي الوحيد في العالم تقريبا اللي قال ان الاهلي ما خفضش عقود اي لاعبين، والامور ماشيه بشكل طبيعي جدا في النادي الاهلي، وهي حاجه تحسب للاداره بالمناسبه. فدي كانت جزئيه وتوضيح مهم جدا في فقره ترند الترند النهارده. اعتقد ان احنا وفينا التوضيح بشكل كامل، واعتقد ان الصوره دلوقتي بقت واضحه لحضراتكم. الترند بالنسبه لي كمان بقى خلال الفتره اللي جايه، انا ببقى مجبر ساعات يا جماعه من خلال تساؤلاتكم وتواصلكم معانا سواء على صفحاتنا احنا الخاصه او على صفحات البرنامج او كلام من ده، ان احنا نرد على الحاجات دي لان ده دورنا. فاحنا خلاص وضحنا الامور دي، لكن احنا عندنا تحدي اهم جدا، وعندنا الترند المرحله الجايه ايه؟ مباراه الاهلي والزمالك، مباراه القمه. هنركز عليها بشكل كبير من النهارده لغايه يوم المباراه. ليه؟ لان هي خطوه جديده للنادي الاهلي في مشواره في اللقب، وخطوه معنويه هامه قبل التحدي الافريقي باذن الله. اه لسه شويه على التحدي الافريقي، لكن لما تكسب فريق زي الزمالك طبعا فريق كبير وله كل التقدير والاحترام سواء هو او جمهوره، فبالتالي ده هيديك دافع معنوي ممتاز ان شاء الله باذن الله. فالاهلي بيستعد وهيبتدي استعداداته من النهارده، وهنقول لحضراتكم كل الكواليس والفتره اللي جايه لحد يوم المباراه، هو ده الترند بتاعنا خلال المرحله اللي جايه.
فبالتالي انا هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نواصل كل ترندات حلقه النهارده. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الفتره اللي جايه زي ما قلت لحضراتكم مباراه الاهلي والزمالك يوم السبت، فبالتالي هنلاقي الاخبار والتفاصيل والتفاعل الدائم على السوشيال ميديا على مدار الساعات القادمه حتى موعد المباراه كلها بخصوص القمه، والكل سوف يتنبأ بقى بالتشكيل بطريقه اللعب بالتوقعات لنتيجه المباراه. كل الامور دي هنتناولها مع حضراتكم على مدار الحلقه وعلى مدار الفتره اللي جايه كلها باذن الله تعالى. بالتالي خليني اشوف ترند الاهلي النهارده. يلا بينا. فايلر يدرس الاستعانه بوليد سليمان اساسيا في مباراه القمه، وده اللي نشرته الصفحه الرسميه لسوبر كوره على فيسبوك. صفحة الأهلي اليوم على فيسبوك، فايلر بينتظر تقرير طبي عن حالة المصابين. الصفحة الرسمية اللي في الجول على فيسبوك قالت إن متولي فضل العلاج من الصليبي في مصر نظرا لصعوبة السفر بسبب فيروس كورونا. الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر نشر إن البروتوكول الطبي ينهي الموسم الجديد لمتولي في الأهلي. الصفحة الرسمية الموقع يلا كورة على فيسبوك قالت إن الأهلي بيدرس قطع إعارة عبد المنعم لتعويض غياب متولي. نشرت صفحة ماجيكانو على فيسبوك سموحة يطلب تجديد استعارة الثنائي صلاح محسن وناصر ماهر. كمان من حساب الرسمي للأهرام نشر خبر إن الاتحاد السكندري يفاوض أحمد الشيخ لضم الموسم الممتع. اما حساب اهلي ميديا على انستغرام فبيدعموا بادجي بعد ظهوره بمستوى جيد في مباراه الانتاج واسوان. الحساب الرسمي للكاف على تويتر نشر فيديو لافضل 3 اهداف سجلها الاهلي في دوري الابطال هذا الموسم. من الحساب الرسمي ليلا كوره على تويتر 3 حالات اصابه جديده بكورونا بين صفوف الوداد. طيب انا عايز اعلق على بعض التفاصيل المهمه اللي موجوده على السوشيال ميديا، تحديدا انا عايز ابتدي باستعانه مستر رينيه فايلر دراسته لاستعانه بوليد سليمان، استعانه به في مباراه القمه بشكل اساسي. ده من خلال الصفحه الرسميه لسوبر كوره على فيسبوك، ودي كلها تكهنات بالمناسبه يا جماعه. زي ما حضراتكم عارفين طبعا كل ما بتقرب على الماتش فالكل دايما بيقرا او بيقيس مستويات اللاعبين على مدار الفتره اللي فاتت، فبالتالي تقدر تستنتج مين اللي هيلعب مين مش هيلعب. طبعا وليد سليمان يعني اخر مباراتين كان بينزل الشوط الثاني وكان بيأدي بشكل ممتاز، بما فيهم المباراه الاخيره امام اسوان احرز الهدف الثاني بشكل مميز. فطبعا قيمه وليد سليمان كبيره ومعروفه للجميع، ولاعب اضافه سواء فنيه أو قيادية داخل الملعب إن شاء الله ممكن يستفاد منها مستر رينيه فايلر، لكن هيستفاد منها كأساسي ولا كاحتياطي في الشوط الثاني ينزل مثلا؟ ده اللي هنشوفه خلال المباراة، كلها اجتهادات وتوقعات. طيب الصفحة وصفحة الأهلي اليوم على فيسبوك قالت إن فايلر كمان بينتظر تقرير طبي عن حالة المصابين. إحنا دلوقتي إيه؟ عندنا محمود متولي ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، جراحة الرباط الصليبي هيجريها النهارده، فبالتالي محمود متولي اللي اتصاب في المباراة الأخيرة بالرباط الصليبي مش هيكون موجود خلاص كده مؤكد إيه في مباراة الزمالك، ولفترة كبيرة كمان تصل لتسع شهور، إن شاء الله يعود سريعا ويعود سالما ويقدر بإذن الله يرجع لمستواه المعهود، لاعب مهم نتمنى له كل التوفيق. لكن فيما يتعلق بجيرالدو أحمد الشيخ ده هنبقى نتواصل بخصوصه مع زميلنا العزيز شريف شعبان لاحقا في فقرة أخرى عشان نطمن على تدريبات الفريق اللي هتبتدي في تمام الساعة 5:30 تحديدا في هذا التوقيت، وكمان في استاد التتش بالجزيرة. طيب من ضمن كمان الاخبار المهمه جدا واللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم هي حته ان في اجتماع مجلس اداره النهارده في مقر النادي بمدينه نصر. الاجتماع ده غايه في الاهميه في بعض الامور اللي هيتم التناقش فيها وبعض القرارات اللي هيتم اتخاذها ويتم كمان الاعلان عنها عقب انتهاء هذا الاجتماع، وبالتحديد فيما يتعلق بالجانب الانشائي اللي مهتم بيه مجلس اداره النادي الاهلي بشكل كبير. وفي الحقيقه الناس مش مهتمه بس بالجانب الانشائي، لا
كل الجوانب سواء رياضيه اجتماعيه انشائيه. مجلس اداره النادي الاهلي في الحقيقه شغال عليها بشكل مميز ورائع وملحوظ للكل. فبالتالي الاجتماع النهارده المفروض ان هو هيبتدي بعد دقائق قليله. انا عايز اتواصل مع زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي موجود في مقر النادي بمدينه نصر عشان يقول لنا كل جديد وايه الاجواء اللي عنده. يا فاروق مساء الخير. مساء النور عليك يا امير وكل التحيه ليك يا امير وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق، قول لنا ايه اخر الاخبار عندك بخصوص اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي؟ يعني خليني في هذه الاثناء يا امير، مجلس اداره النادي الاهلي بيعقد اجتماع هام داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر لمناقشه الكثير والكثير من الملفات الخاصه بالشؤون الاداريه وايضا التصديق على محاضر الجلسات السابقه وايضا مناقشه بعض الامور الخاصه بالمشروعات منها مشروع الباركينج زي ما انت عارف الحلم الكبير لفرع مدينه نصر وايضا مناقشه والتصديق على بعض القرارات الخاصه بالنشاط الرياضي. يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي أمير المجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب بيعقد جلسته عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة. إن شاء الله يتوجه المجلس بالكامل لحضور افتتاح بالظبط يا امير. في الوقت اللي انا بكلمك فيه الاجتماع ابتدى حاليا بتدار زي ما قلت زي ما انت اتكلمت وقلت ان في الكثير من الملفات الخاصه بالمشروعات والخاصه بالناحيه الانشائيه الخاصه بالشؤون الاداريه وايضا التصديق على محاضر الجلسات السابقه وايضا مناقشه بعض الامور الخاصه بالنشاط الرياضي. عقب الاجتماع هيتم افتتاح الاكاديميه الخاصه بأكاديمية النادي الاهلي بفرع مدينه نصر اللي تم فيها يا امير ان جزء كبير جدا زي ما انت عارف برنامج عائله النادي الاهلي صفحه جديدة من صفحات برنامج عائلة النادي الأهلي بيتم الانتهاء منها وجزء جديد بيضاف لأركان البيت الأهلاوي. النهاردة افتتاح أكاديمية الناشئين بعد التجديد يعني تجديد تام بيشمل كل الأمور الخاصة بأكاديمية الناشئين هنا في فرع مدينة نصر سواء على نطاق المبنى الإداري اللي تم تجديده بالكامل وأيضا تجديد ملاعب. وأنا عايز يعني نقف عند الأمر الخاص بالملاعب هنا أمير شوية. نوعية النجيل الصناعي اللي بيتم استخدامها وتم ان الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارة النادي الاهلي كان حريص ان هو يغير تماما النجيل الصناعي اللي كان موجود في اكاديمية النادي الاهلي وتم استخدام افضل نوع مصرح به من الاتحاد الاوروبي ومن يعني ده النوع المصرح به عالميا في اكاديمية النادي الاهلي بيتمرن عليها لاعبي الاكاديمية في النادي الاهلي وايضا بيتمرن عليها لاعبي قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ده من النوعية المهمة جدا اللي اشاد بيها ومصرح بيها طبقا للاتحاد الاوروبي. ايضا تجديد كل النواحي الخاصه به سواء المقاعد سواء المظلات الخاصه ايضا لاولياء الامور اللي هم بيتابعوا تدريبات ويعني تدريبات ابنائهم وايضا الخاصه بغرف خلع الملابس والغرف الاداريه الخاصه باكاديميه كره القدم. عقب افتتاح الاكاديميه هيتوجه ايضا لافتتاح البوابه الخلفيه لفرع النادي الاهلي بمدينه نصر. ده الكلام ده كله النهارده زي ما انت عارف يا امير كان النادي الاهلي بالظبط يعني بعد الاجتماع ما يخلص هيبقى الافتتاحات على طول النهارده. بالظبط يا امير عقب انتهاء الاجتماع توجه مجلس الاداره لافتتاح الملاعب الاكاديميه والمبنى الاداري الخاص باكاديميه الناشئين ثم توجه الى افتتاح البوابه الخلفيه اللي يعني نقدر نقول صوره حضاريه طليق جدا بالنادي الاهلي. وزي ما انت عارف يا امير سياسه التطوير والتجديد اللي بتتم النادي الاهلي جزء كبير جدا من المؤسسه من الدوله المصريه ومؤسسه وطنيه طبعا بتسير على نفس النهج اللي بتتبعه الدولة المصرية خاصة في ظل المشروعات والتطوير اللي بتشهده الدولة المصرية وتجديد شامل النادي الأهلي أيضا بيسير على نفس النهج والتعامل مع شركة المشروعات الشركة الوطنية شركة مشروعات الخدمة الوطنية ودي من الشركات اللي طبعا تتبع الدولة المصرية والتعاون المثمر دايما ما بين النادي الأهلي وما بين الدولة المصرية والقوات المسلحة ودي من الأمور المهمة جدا. أيضا هيتم العمل على موضوع مشروع الباركينج الخاص بفرع مدينة نصر اللي هو بيسع ل 650 سيارة. دي من ضمن المشروعات ونقدر نقول إن المشروعات أمير والإنشاءات كلها مش شغالة على فرع مدينة نصر فقط لا في كل الفروع وأيضا فرع التجمع الخامس الحلم الكبير أيضا لكل جماهير النادي الأهلي. أكيد يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي من مقر
النادي الاهلي بمدينه نصر، قال لنا كل التفاصيل اللي بتحيط باجتماع اليوم لمجلس اداره النادي الاهلي، وقال لنا كمان الافتتاحات او التطويرات الجديده اللي هيقوم بيها النادي الاهلي او مجلس الاداره في مدينه نصر تحديدا بخصوص البوابه الخلفيه لمقر النادي هناك، وكمان بخصوص التطويرات اللي في اكاديميه النادي الاهلي بمدينه نصر. وفي الحقيقه عشان نبقى واقعيين ونتكلم بشكل واضح، مجلس إدارة النادي الأهلي شغال في الجانب الإنشائي ده على قدم وساق من خلال تطويرات في مختلف الأفرع للنادي، سواء في الجزيرة أو في مدينة نصر أو في الشيخ زايد وقريبا كمان فرع التجمع. يعني زي ما حضراتكم عارفين كده، أو زي ما كمان حضراتكم شايفين لقطات لمقر المقرات المختلفة اللي هتشوفوها دلوقتي النادي الأهلي قبل التطوير وبعد التطوير، وده إن دل يدل على المجهود المكثف اللي قام به النادي الأهلي. ده طبعا التطوير، يعني مثلا بوابه النادي الاهلي في مدينه نصر ما كانتش بالمنظر ده، لا بقى لها فتره طبعا بعد افتتاحها كان بمنظر اكثر من رائع. دي البوابه الخلفيه، تمام، المدخل بتاعها كمان اللي هيتم افتتاحه النهارده، ده قبل التطوير زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. ده كان المنظر، في حتت كانت لازم ان هي تتطور، كان لازم ان يكون يستغلها النادي الاهلي بشكل طبيعي وبشكل جيد، وكان في انتظار التصريح اللي يقدر النادي الاهلي من خلالها ان هو يشتغل في الجانب ده، لكن بخلاف ذلك كان كل النادي ماشي بشكل جيد وكان كل التطويرات واضحه وملموسه للجميع في الحقيقه. فكلها لقطات مهمه وامور غايه في الاهميه قام بها مجلس اداره النادي الاهلي. مدينه نصر مثلا عندك فيها بعض التطويرات اللي حصلت، تم تكييف صاله الكاراتيه، تم تطوير انشائي ومعماري للاسوار زي ما حضراتكم اكيد شفتوا، تطوير البوابه الرئيسيه، تم تجديد الحمامات بالمنطقه الاستثماريه، تم افتتاح منطقه جلوس الاعضاء، تم افتتاح مجمع حمامات السباحه الترفيهيه، حاجات كتير جدا قاموا بيها في الحقيقه. يعني تم تجديد وتوسعه مظله المسجد الكبير، اكاديميه كره القدم، العمل كمان دلوقتي الفتره الحاليه على انشاء منطقه لجراج السيارات، ودي اهم جزئيه في مدينه نصر في الحقيقه لازم تكون موجوده وشغال عليها مجلس اداره النادي الاهلي. جاري العمل كمان على انشاء صاله جمباز، جاري العمل على تنفيذ محلات باسوار مدينه نصر. بخلاف مقر الجزيره اللي تم تطوير فيه انشاء ومعمار الاسوار كمان، وكل الامور اللي موجوده في الحقيقه عايزه حلقه كامله نتكلم عليها ونتكلم على تطويرات مجلس اداره النادي الاهلي، بخلاف الشيخ زايد وان شاء الله فرع التجمع قريبا باذن الله تعالى. احنا حطينا حضراتكم في الصوره بخصوص هذا الملف تحديدا واجتماع مجلس اداره النادي الاهلي في هذه اللحظات، واكيد اجتماع هيمتد لساعات قليله باذن الله تعالى خلال المده اللي جايه، ومن بعدها هيتم الاعلان عن كل القرارات والاعلان عن الافتتاحات اللي قالها لنا زميلنا العزيز فاروق صلاح من شويه. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا. نكمل موضوعاتنا في ترند الاهلي النهارده، وتحديدا الصفحه الرسميه لموقع في الجول على فيسبوك قالت ان محمود متولي فضل العلاج من الصليبي في مصر نظرا لصعوبه السفر بسبب فيروس كورونا. طبعا حضراتكم اكيد عارفين ان هيكون في صعوبه في الحصول على التاشيره الخاصه بالسفر سواء بقى المانيا او البرتغال او الدول اللي هي متقدمه في الجانب ده تحديدا. احنا عندنا بصراحه تطور كبير جدا في مصر بخصوص جراحات الرباط الصليبي، فبالتالي تم الاستقرار امبارح ما بين محمود متولي وبالتنسيق مع النادي الاهلي وبالتنسيق مع اللجنه الطبيه برئاسه الدكتور احمد عبد العزيز على ان الجراحه تكون في مصر هنا عشان يبتدي في التاهيل على طول او يبتدي في العلاج على طول بعد انتهاء الجراحه النهارده باذن الله تعالى. لاعب مهم في الحقيقه هنفتقده خلال المرحله اللي جايه بسبب الاصابه، لكن باذن الله يرجع سريعا وباذن الله يكون اضافه للنادي الاهلي عقب عودته. الف مليون سلامه على محمود متولي. طيب كمان البروتوكول الطبي الخاص بجراحات الرباط الصليبي معروف دلوقتي على مستوى العالم كله ان اي لاعب بيغيب هيقعد حوالي او بيتصاب بالرباط الصليبي هيقعد حوالي 9 شهور بيتعافى من هذه الاصابه عشان يقدر يشارك في التدريبات بشكل طبيعي، وده البروتوكول الطبي لجراحات الرباط الصليبي. فبالتالي طبعا المده المبدئيه اللي هيغيبها محمود متولي حوالي 9 شهور تقريبا، ممكن تقل شويه لكن ما اعتقدش ان هي هتزيد عن كده يعني. طيب تعالوا نروح ليلا كوره على فيسبوك، وقالوا ان الاهلي بيدرس قطع اعاره عبد المنعم لتعويض غياب متولي. محمد عبد المنعم اعار من النادي الاهلي لسموحه، فبالتالي بعد غياب متولي الكل تكهن او اجتهد قال لك ان الاهلي ممكن يرجع محمد عبد المنعم المعار لسموحه، بس ما سمعتش حد قال مثلا على الجزار، والجزار برده معار للجونه مثلا. فالحقيقه في الموضوع ده هتكون ايه؟ هتكون على حسب العقود. العقود فيها البنود مثلا اللي فيها هل تدي النادي الاهلي الاحقيه في ان هو يقطع اعاره اللاعب مثلا ولا لا؟
لكن المؤكد في كل الاحوال ان النادي الاهلي بيحترم عقوده مع الانديه ومع اللاعبين وكلام من، فبالتالي انت مش هتقدر تاخد اي خطوه غير لما يكون مسموح ليك في العقد. اعاره اللاعب ممتده لحد اخر الموسم، ممكن بعد كده يتم تقييم الامور هل هم عايزينه دلوقتي، هيبصوا في العقود ينفع ما ينفعش. في كل الاحوال انت ما تقدرش تلعب في العقود او ما تقدرش يعني تكسر اتفاقاتك مع الانديه، واحنا عارفين دايما اتفاقات النادي الاهلي مش محتاجه حتى عقود، هي بتبقى من خلال الكلمه يعني. طيب ده فيما يتعلق بمحمد عبد المنعم. خلينا نروح كمان لشق اخر او اثنين لعيبه كمان معارين من النادي الاهلي، وده من صفحه ماجيكانو على فيسبوك، واللي قالت ان سموحه بيطلب تجديد استعاره الثنائي صلاح محسن وناصر ماهر لاعبي النادي الاهلي المعارين لسموحه. القرار مش هيكون دلوقتي وهيكون يعني متروك للجهاز الفني للنادي الاهلي عقب انتهاء الموسم، هو اللي يحدد هل هو محتاج الاثنين اللعيبه دول او مش محتاجهم. لو محتاجهم لا هيكونوا موجودين، مش محتاجهم ممكن يمد الاعاره، ممكن يروحوا اعاره لنادي تاني. لكن الامر اللي احنا كلنا متفقين عليه ان الاثنين في الحقيقه امكانيات مميزه جدا، سواء صلاح محسن او ناصر ماهر، ولاعيبه كبار، لكن كله طبعا بيترتب على الرؤيه الفنيه الخاصه بمستر ريني فايلر والجهاز الفني الحالي بالنسبه للنادي الاهلي. طيب احنا عايزين بقى ايه نقرب من الصوره بشكل اكبر كده ونخش كواليس مباراه القمه وبدايه استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه، والبدايه النهارده بعد استئناف الفريق لتدريباته وبعد الراحه اللي حصل عليها امبارح عقب الفوز على اسوان. علشان كده عايز اروح سريعا لزميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان يطمننا ويقول لنا على استعدادات النادي الاهلي وبدايتها لمباراه القمه. يا شريف اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك زميلي امير ولديوك وطبعا لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله يا رب يكون اللي جاي كله انتصارات للنادي الاهلي، باذن الله يكون الفوز يوم السبت من نصيب النادي الاهلي. يمكن الله. من خلفي لاعيب النادي الاهلي يمكن مش اجازه، يمكن نصهم كان اجازه والنص الثاني كان بيجي يتاهل امبارح، كان في ريكفرنج امبارح لبعض اللاعبين وفي الجيم في المختص. يمكن النادي الاهلي ما اداش لكل اللعيبه اجازه، ادى لبعض اللاعبين والباقي كله كان متواجد امبارح. معاك زميلي امير لو اي استفسار انا معاك اجاوبك على كل اسئلتك. طيب انا عايز اطمن على الحاله المعنويه للاعبي النادي الاهلي عقب الفوز على اسوان، وقبل مباراه مهمه طبعا زي مباراه الزمالك، انت موجود في ارضيه الملعب، اوصل لنا الصوره والامور بالنسبه للفريق ماشيه ازاي؟ يمكن انا قابلت كذا لعيب قبل بدايه المران طبعا، والكل الحمد لله يمكن متفائل بالمرحله المقبله. يمكن فوز اسوان ادهم دفعه معنويه كبيره قبل مباراه يوم السبت، باذن الله يا رب باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. الكل مركز، الكل عاوز يصالح جماهيره عن الاداء اللي مش كويس. وزميلي امير خليني اقف على الحته دي بالذات، يمكن التوقف خمس شهور كتير جدا، يمكن فتره اعداد جديده ما حصلتش في يمكن في مصر من سنين، ان اللاعب يقعد خمس شهور سلبي ما يتمرنش حتى ما يلعبش كوره خماسي مع اصدقائه. فلاعب راجع من بيته بعد خمس شهور توقف منتظر منه ايه؟ العالم كله تاثر بجائحه كورونا. فصبرا لكل جماهير النادي الاهلي، مع الوقت هتلاقي النادي الاهلي بيلعب كورته الجميله، مع الوقت هتلاقي النادي الاهلي بيلعب الاداء الرائع اللي كل جماهير النادي الاهلي منتظراه. فده اللي مخلي الاداء مش راضي بعض الجماهير، وفايلر ارضا مش راضي على بعض اداء لاعبي النادي الاهلي، وبيتكلم معاهم ان لازم يخرجوا كل ما لديهم في الفترات المقبله. وطلبهم طبعا من خلفي بالتركيز في مباراه يوم السبت والفوز على الغريم التقليدي طبعا فريق الزمالك، وباذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. عاوز بقى اطمنك على ملف الاصابات، الناس كلها بتقول ده مهم الشيخ قوي خارج مباراه الزمالك، الناس كلها بتقول جيلاردو. ملف الاصابات ده مهم قوي، يا ريت توضحه للناس كلها دلوقتي بتسمعك. جمهور النادي الاهلي عايز يعرف تفصيل تحديدا فيما يتعلق باحمد الشيخ وفيما يتعلق بجيرالدو. يمكن جيلاردو المفروض انا سالت طبعا دكتور اسامه جيلاردو وضعه ايه، قال لي جيلاردو وصل امبارح النادي الاهلي، عمل جلسه النهارده الصبح، عمل جلسه النهارده يمكن منذ حوالي نص ساعه. جيلاردو بيجري من خلفي الان، يمكن هتعمل له تيست بعد الجري. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي باذن الله جيلاردو موجود في مباراه القمه بنسبه تفوق ال 95%، ويكون الرؤيه الفنيه طبعا لمستر ريني فايلر. يمكن جيلاردو من خلفي بيجري التيست اللي هو اللي هيجري حوالين الملعب ويشوف في تاثير في العضله الخلفيه ولا لا، ولكن بعد الاشاعه بعد الكشف عليه يمكن الشد في الخلفيه بسيط جدا جدا جدا. ده بالنسبه لجيلاردو، فبطمنك باذن الله هيكون بنسبه كبيره جدا متواجد طبعا طبقا لرؤيه مستر ريني
روني فايلر. اما احمد الشيخ بالفعل امبارح عمل جلستين، والنهارده عمل جلسه الصبح وعمل جلسه منذ قليل. بنسبه كبيره جدا ايضا احمد الشيخ هيكون متواجد في مباراه القمه يوم السبت، يمكن الاثنين بالتحديد بيسرعوا او بيسابقوا الزمن عشان يكونوا موجودين تحت امر روني فايلر. وبنسبه كبيره زي ما الدكتور اسامه قال لي هيكونوا باذن الله موجودين. وبتمنى ايضا السلامه للاعبنا محمود متولي اللي هيجري طبعاً جراحه الرباط الصليبي بعد قليل، وكان الكابتن سيد سالته عليه قال لي لسه هيجري العمليه كمان ساعتين ونص ثلاث ساعات بالكثير في احد المستشفيات في مصر، بناء على طلب اللاعب اللي هو عنده ثقه كبيره جدا في البروفيسير. انا بقول بروفيسير لان الدكتور احمد عبد العزيز من اكبر الدكاتره في العالم طبعاً في اجراء هذه الجراحات. ويمكن الدكتور احمد لما كشف على ركبه اللاعب قال لك الركبه الاربطه جميع الاربطه معظم الاربطه في ركبه اللاعب سليمه، وحط تحتها مليون خط سليمه، يعني طلب بسرعه اجراء العمليه عشان خاطر كل ما بتسرع في اجراء هذه العمليه في رجوع اللاعب بتبقى اسرع شويه نوعا ما، والمضاعفات بعد العمليه بتبقى اقل جدا، يمكن تكاد تكون ما فيش صفر خالص لان ما بقاش في رشح في الركبه، ما بقاش في ورم في الركبه. فباذن الله محمود متولي اختياره كان موفق ان يعمل العمليه باسرع وقت، وهيعملها النهارده باذن الله. بنتمنى له وبندعي له باذن الله يرجع سالما للنادي الاهلي. جماهير محتاجاه، اللعيبه محتاجاه، الجهاز الفني كله كان حريص يكلمه في التليفون، وانا عندي معلومه ان كله هيبقى حريص ان هو يذهبوا طبعا الى المستشفى عشان يطمئنوا على صحه زميلهم. يمكن حسين الشحات في ثلاث اربع ايام وهيكون متواجد هنا في النادي الاهلي عشان تعملوا بقى البرنامج الاخير التاهيلي صبح وبالليل عشان خاطر يرجع مع باقي زملائه. محمد محمود خلاص في البروتوكول الطبي طبعا، لازم ينفذ المده، بروتوكول طب عالمي الاهلي بيتخذه عشان خاطر صحه اللاعب وما ترجعلوش ثاني الاصابه اللي عندنا ديت. فباذن الله خلاص بنتكلم في ايام بسيطه باذن الله، ويكون موجود مع باقي زملائه في الملعب باذن الله. باذن الله يكون اللي جاي كله خير باذن الله، بس لعنه الاصابات تبعد عن لاعبي النادي الاهلي لان تولي المباريات وضغط المباريات فبيضطر اللاعب يعمل اوفر طبعا فوق الزياده او فوق الطبيعي. فباذن الله اللي جاي يكون خير باذن الله. شريف اخيرا عايز اسالك، هل تحدد برنامج الفريق حتى موعد مباراه القمه؟ هل هيبقى في معسكر مثلا 48 ساعه، ولا هيبقى الامور ماشيه بشكل طبيعي معسكر ليله المباراه مباشره؟ الى الان الكابتن سيد عبد الحفيظ ما صرحش اي حاجه، ولكن من الشكل العام ان بكره غالبا التمرين هيكون بالنهار، لسه مش اكيد ولكن الاقرب، لان بكره اجراء المسحه الطبيه طبعا طبقا للبروتوكول الطبي ما بين وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه. فالى الان الكابتن سيد ما صرحش، ولكن من الشواهد كلها بتقول لا غالبا هيكون معسكر يوم واحد، ولكن هنتاكد برضو بعد تصريحات مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ باذن الله. انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي كان معانا من استاد مختار التتش عشان يطمنا على استئناف النادي الاهلي لاستعداداته للمباراه القادمه امام نادي الزمالك في قمه بطوله الدوري، او مش قمه البطوله، هي مباراه قمه. لو قمه البطوله كان يبقى في منافسه مثلا او عدد النقاط قريب، لكن هي مباراه قمه ما بين فرقتين تقال بعيد عن الجانب التنافسي في كل الاحوال. طيب خليني اقول لحضراتكم خبر من ضمن الاخبار اللي يعني تم الاعلان عنها من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، وهو فيما يتعلق بتحديد مواعيد ثلاث جولات اخرى في بطوله الدوري. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاهلي بعد ما هيلاعب الزمالك عنده، هو هيلاعب الزمالك يوم السبت، عنده مباراه الجونه باذن الله يوم الاربعاء 26/8 من الاسبوع 22، وبعد كده هتروح تلاعب وادي دجله في الاسبوع ال 24، وبعد كده هتلاعب الاسبوع ال 25 حرس الحدود مع الاهلي، قبليهم هتكون مباراه الاهلي والمصري يوم 29/8 في الاسبوع، مش مكتوب الاسبوع 23 تمام. يبقى عندك المصري بعد الزمالك، عندك الجونه بعد الزمالك، وبعد كده المصري، وبعد كده هتخش على وادي دجله، وبعد كده هتخش على حرس الحدود. دي الجولات اخر ثلاث جولات قلتهم لحضراتكم، هم دول اللي تم تحديدهم خلاص النهارده من شويه من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. طيب خلينا اروح لخبر اخر، وهو فيما يتعلق باحمد الشيخ. مش الاصابه بقى، لان في الحقيقه الحساب الرسمي لجريده الاهرام نشرت ان في تواصل حصل ما بين مسؤولي نادي الاتحاد الاسكندري مع اللاعب احمد الشيخ لاعب النادي الاهلي بخصوص امكانيه التعاقد معاه. دايما برضو هنقول ان التواصل اكيد هيكون مع الانديه، ما فيش معلومه مؤكده في الجانب ده، لكن كل المؤكد ان احمد الشيخ ماشي بشكل كويس جدا مع الفريق، الاصابه بس هي اللي بتعطله شويه. مقتنع جدا بي مستر ريني فايلر، وبالتالي الامور طبيعيه ومرتبط بعقد مع النادي الاهلي، فبالتالي اي لاعب او اي نادي يرغب في التعاقد مع اي لاعب اكيد هيتطرق او هيتواصل مع مسؤولي النادي الاهلي عشان نشوف امكانيه ذلك. طيب خلينا نروح للاخبار العالميه على طول، لان عندي فيها امور غايه في الاهميه. نشوف الترند العالمي في ايه، يلا بينا.
حساب بايرن على تويتر نشر فيديو للفريق وعلق جاهزون للخطوة التالية بدوري الأبطال. حساب أولمبيك ليون على تويتر نشر فيديو للاستعدادات الأخيرة للفريق قبل مباراة بايرن المقرر إقامتها مساء اليوم، والله يكون في عونهم. حساب بي بي سي على تويتر نشر خبر رسميا رونالد كومان مدير فني البرشلونة. حساب برشلونة نزل صورة لكومان وعلق كومان لعب لبرشلونة من سنة 89 حتى 95 وشارك في 264 مباراة وسجل 88 هدف. نشر حساب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية على تويتر تصريحات لجوزيب بارتوميو رئيس برشلونة بيقول من المستحيل التعاقد مرة أخرى مع نيمار. حساب كورة 11 على تويتر نشر صورة لديفيد سيلفا وهو يرتدي قميص ريال سوسيداد. الدوري الإنجليزي في حساب سكاي سبورت على تويتر نشر خبر إن يخضع أرون رامزدال حارس مرمى بورموث لفحص طبي في شيفيلد يونايتد. حساب صحيفة تيليجراف على تويتر نشر خبر بيقول إن تم تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في 12 نادي فقط في الدوري الإنجليزي منذ العودة إلى التدريبات في نهاية الأسبوع الماضي. أما حساب بطولات على تويتر نشر صورة لعمرو وردة وعلق إذاعة يونانية بتقول إن عمرو وردة حزم حقائبه وفي طريقه للدوري الصربي. طيب اخبار عالميه كتير جدا في الحقيقه. امبارح كان في مباراه باريس سان جيرمان ولايبزيج في نصف نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا وقدر باريس سان جيرمان ان هو يفوز بنتيجه 3-0 نتيجه كبيره وتاهل لاول مره في تاريخه لنهائي التشامبيونز ليج عشان ينتظر الفائز من مباراه اليوم ما بين بايرن ميونخ وليون الفرنسي. الكفه اكيد ارجح لبايرن ميونخ اللي بيسير بشكل ممتاز جدا جدا في البطوله واللي عنده دافع معنوي كبير بعد الفوز على برشلونه بنتيجه 8-2. طبعا دي لقطات من التدريبات الاخيره لفريق بايرن امبارح والكل بيستعد وبيتاهب لمباراه النهارده اللي هتكون في تمام الساعه 9 مساء امام ليون الفرنسي. بالمناسبه فريق ليون مش فريق ضعيف او فريق مثلا سهل ان انت تكسبه او حاجه، لا طبعا فريق قوي، لكن الاقوى طبعا طبعا هو فريق بايرن ميونخ لما يضم من مدير فني مميز لاعبين رائعين فبالتالي فرصهم اكيد اعلى، لكن الكره يعني ما بتعترفش بالامور دي، بتعترف دايما بالجهد اللي هيكون في الملعب. فواضح من خلال اللقطات اللي احنا بنشوفها التدريبات القويه اللي بيقوم بيها فريق بايرن عشان يكون جاهز بشكل كامل لمباراه اليوم. فبالتالي خطوه مهمه جدا والتوقعات كلها في اتجاه وصول بايرن للنهائي عشان يقابلوا باريس سان جيرمان ونشوف بقى مين اللي هيقدر يفوز باللقب ده، لكن المؤكد ان احنا باذن الله هنتمتع سواء بمباراه اليوم او مباراه النهائي دوري ابطال اوروبا. طيب نروح لحساب ليون على تويتر واللي نشر فيديو استعدادات الاخيره للفريق قبل مباراه بايرن المقرر اقامتها مساء اليوم. زي ما شفنا استعدادات كده فريق بايرن ميونخ هنشوف استعدادات كمان فريق ليون الفرنسي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، وطبعا هم اكيد عندهم دوافع اخرى جيده بعد التاهل لدور نصف النهائي، لكن مدركين جدا صعوبه المنافسه وصعوبه التاهل للمباراه النهائيه عشان بيواجهوا فريق كبير جدا بحجم فريق بايرن ميونخ. طيب من ضمن كمان الاخبار المهمه جدا اللي عايزين نتكلم فيها وهو تم الاعلان خلاص بشكل رسمي من قبل برشلونه على التعاقد مع المدير الفني الجديد رونالد كومان المدير الفني الهولندي السابق للمنتخب الهولندي والحالي لفريق برشلونه بعد النتائج السلبيه الكبيره الواضحه بالنسبه لفريق برشلونه سواء محليا او اوروبيا. فبالتالي دي لقطات من وصول المدرب لمطار برشلونه والمقر النادي كمان علشان يمضي العقود وينضم كمدير فني للفريق. وفي الحقيقه امبارح لفت نظري كده على السوشيال ميديا فيديو لكومان وهو بيصرح بخصوص فريق برشلونه في تصريح سابق وبيقول ان فريق برشلونه الاعمار السنيه فيهم بقت كلها فوق ال 30، فانت لما تيجي تمسك كده الفريق من حراسه المرمى لقدام هتلاقي ان الكل معدي ال 30 فيما عدا تير شتيجن اعتقد ما عداش 30، يعني في كل الاحوال حراسه المرمى حتى لو عدى ال 30
مش فيش مشكله يعني، حارس المرمى بيقعد لفتره كبيره في الملاعب. لكن في كل الاحوال هل هو هينفذ بقى الكلام ده؟ اكيد مؤكد هينفذ، لان في الحقيقه برشلونه عايزه الفرقه تتغير فيها ما عدا ميسي لو هو قعد اساسا يعني، فهو اكيد هيشتغل على الملف ده بشكل كبير، واكيد تم الاتفاق ما بينه وبين اداره النادي في كيفيه اعاده بناء فريق برشلونه، وهو فعلا محتاج للبناء اعاده بناء، فهيشوفوا هيعملوا ايه خلال الفتره الجايه. هيكون في صفقات، هيكون في استغناءات ومفاجآت كثيره جدا بخصوص فريق برشلونه. طيب خلينا نروح لصحيفه الديلي ميل الانجليزيه على تويتر، واللي نشر تصريحات لبارتومي رئيس برشلونه بيقول من المستحيل التعاقد مع نيمار، وده تصريح مفاجأة في الحقيقة، لأن احنا على مدار السنتين اللي فاتوا من ساعة ما مشي نيمار راح باريس سان جيرمان واحنا بنسمع دايما وبنقرا إن برشلونة هيسعى مجددا للتعاقد مع اللاعب. الثقافة هناك مختلفة شوية، ممكن تلاقيهم متعاقدوا مع اللاعب، ممكن تلاقي إن في مفاوضات، في تواصل حصل أو حاجة، لكن دلوقتي التصريح المفاجأة إن رئيس برشلونة نفسه بيقول إن خلاص موضوع إن احنا نتعاقد مع نيمار ده أمر مستحيل. وهي في الحقيقه كانت مفاجاه كبيره من مفاجات هي رحيل نيمار لباريس سان جيرمان، لكن نيمار دلوقتي طبعا مركز في مباراته الاخيره خلال هذا الموسم مع باريس سان جيرمان في مباراه النهائي المنتظر، طبعا هيقابل بايرن او فريق ليون. دي كانت كل الامور اللي تتعلق بالجانب العالمي. معنا حاجه تانية يا جماعه؟ طيب نروح للمشاركات وتفاعل جمهور الأهلي معنا النهاردة ورؤيتهم ورأيهم في المباراة اللي ما يقدروش ينسوها في مباريات الأهلي والزمالك، تاريخ مباريات الأهلي والزمالك. فده كان سؤال حلقتنا النهاردة، الإجابات كالتالي. محمد عبد الرحمن قال مباراة السوبر 3-2 للأهلي فيها زع بن زايد بالإمارات كانت مباراة طبعا قوية جدا جدا. أسامة سند قال طبعا مباراة 6-1 ونهائي الكاس 4-3 ماتشات كتير بصراحة، جيل تريكا كان بيمتعنا خصوصا قدام الزمالك، دي حقيقة. محمد عطية مباراة 4-3 الرومنتادا، أوكي. محمد محمود محمد قال أكيد يعني مباراة بيبو وبشير، بيبو وجون 6-1 ماشي. الماجيك علي قال مباراة السوبر بالإمارات 3-2. عمر جمال قال مباراة السوبر 3-2 للأهلي ومباراة 6-1 للأهلي كانوا أحلى مباراتين، الأهلي فوق الجميع، معاك يا أهلي. دي كانت بعض يعني المباريات اللي ما يقدرش ينساها جمهور النادي الأهلي، وجاوبوا على سؤالنا في حلقة اليوم. وطبعا هي بتبقى ذكريات جميلة، لكن دايما بيكون اللي جاي هو الأهم، اللي جاي مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، وهي مباراة قمة ما بين فريقين كبار. النادي الأهلي واخد المباراة بمنتهى الجديه زي نادي الزمالك، الافضل باذن الله هو اللي هيكسب، ان شاء الله يكون الافضل للنادي الاهلي عشان نفرح بانتصار مهم وثلاث نقاط جديده في مشوار النادي الاهلي. التغطيه هتكون مستمره على قناه الاهلي خلال الفتره اللي جايه حتى موعد المباراه، وبالتحديد كمان يوم المباراه هيكون في تغطيه خاصه لاجواء ما قبل وما بعد كمان ان شاء الله المباراه يكون الاهلي كمان كسب. فبالتالي تابعونا دايما وابدا على قناه النادي الاهلي. دي كمان كانت حلقتنا من الترند النهارده يوم السبت، حلقه خاصه عشان مباراه القمه باذن الله من الترند برده. استنونا، سلام.